احنا الحقيقه مشتركين في المعرض بسوليوشنز عالميه زي سوليوشن اس اي بحكم ان احنا بارتنر للشركه العالميه ساب. بنقدم الحقيقه حلول ذكيه للتحول الرقمي للشركات المتوسطه والصغيره. هدفنا الحقيقي هو ازاي نقدر نساعد الشركات الصغيره والمتوسطه للنمو والتطوير بشكل يكون يعني بافضل اسعار ممكنه، لان طبعا استخدام التكنولوجي الكبيره او التكنولوجي المتطوره بيبقى فيه تكلفه عاليه يعني. ولكن الحقيقه الحمد لله قدرنا بالتيم بتاعنا وبالشباب بتاعنا ان احنا نقدر نقضي السوليوشن الكبيره دي الحمد لله بتكلفه مقدور عليها وبشكل يعني يظنوا لي افضل سعر ممكن. الحمد لله تركيزنا على اكثر على المجال الصناعي. الحقيقه مبادره السيد الرئيس سيسي في تنميه الحكومات وازاي التحول الرقمي الحقيقه دي مديانا مساعده كبيره جدا ان احنا فعلا ان احنا ماشيين في نفس الاتجاه دوت، ان احنا ازاي نقدر نطور وازاي نقدر نكبر الشركات والمصانع المصريه اللي هي الصغيره والمتوسطه في ان هي تقدر فعلا تستخدم برامج متطوره تساعدها في التطور والتحول الرقمي. قدرنا نعمل تحول رقمي لشركات كتيرة الحقيقة في الفترة القصيرة اللي فاتت، قدرنا نعمل تحول رقمي في فترات قياسية زي مثلا شهرين مثلا، وأديك نبذة مثلا إن الموضوع بياخد مثلا على الأقل 6 شهور، إن إحنا نقدر نعمله في خلال شهرين ده الحقيقة كان إنجاز كبير جدا. شايف معرض كايرو ازاي؟ الحقيقه شايفينه مختلف، الحجم اكبر، التنظيم الحقيقه نقدر نقول عليه جيد، محتاج طبعا دايما تطوير وكل سنه بنشوف فيه تطوير. شايفين الحجم الاقبال كويس حتى الان يعني الحمد لله، ونتمنى دايما يبقى فيه تطور ودايما يتعمل حاجات زي كايرو اي سي تي من حين الى اخر. الحقيقه الاستراتيجيه بتاعتنا زي ما كنت ذكرت لحضرتك ان احنا التركيز كله مع الشركات الصغيره والمتوسطه. احنا دايما شايفين ان احنا لازم يبقى دورنا كشركه صغيره ومتوسطه لازم نقدر نساعد الشركات الصغيره والمتوسطه ان هي تنمو بشكل افضل، ان هي تقدر تقدم خدمات بشكل افضل، ان هي تقدم جوده اعلى، تقدم منتجات مصريه بجوده اعلى، والحقيقه ده شايفين ان ده دورنا المجتمعي ان احنا نساعد الشركات دي ان هي طبعا تتحول التحول الرقمي بحيث ان هي تنمو بالاقتصاد المصري وبالصناعات بشكل عام.